انا عكشيف لايف مسالمه من فلسطين، واحنا بنشتغل هاي الشغل الكنافه بمجال الكنافه الناعمه والخشنه والحلويات جميعها يعني الحمد لله رب العالمين، وبنشتغل فيها على اصولها يعني مثل البلاد، مثل كانك بتاكل كنافه بنابلس بعمان من ناحيه السمنه الجبنه النكهه يعني النفس طيب فيها تمام. وعمالنا هون بنحاول نوصل لهي للولايات المتحده الامريكيه سلسله محلات لحتى الزبون الكاستمر لما يفوت على المحل ياكل كنافه يشوف جوده، يشوف مثل اللي كانه قاعد بالبلاد باكل وفيش فرق عنده شيء ناقص. هذا الشغل يعني وعندنا مجال منيح الحمد لله 10 سنوات في هذا الشغل وان شاء الله عمالنا بنطور اكثر لهذا المجال باذن الله تعالى. الحلويات العربية يعني شغل العربي بالنسبة للعجين والسمنة والفستق هاي كله بيختلف عن أمريكا. الأمريكا غلب شغل كيك ومش كيك وشغلات بيتي فور وهيك، هذا الاشي غريب عليهم. عمالنا احنا بندخل هذه الحلويات بندخلها عليهم حتى نعرف العالم الأجنبي هون العالم الأمريكي على حلوياتنا، ومن جديد بلشوا يعرفوا الكنافة ويعرفوا الحلويات وصار إقبال من أجانب عنا على الكنافة والحلويات، وان شاء الله يعني مستمرين انه نعرفهم على اشي بخص تراث بلادنا وكنافتنا والحلويات العربية في هاي البلاد ان شاء الله. هلا بخصوص هاي الكنافة حتى نطلعها نفس جودة البلاد استخدمنا مياكن، يعني جبنا شحننا مياكن من البلاد وجبنا كواليتي يعني نسمنا وهيك، وبرضه برتبع للخبرة يعني خبرة الشخص اللي بيشتغل في البلاد وتعود على بين الكنافة في البلاد واجا هون هلا بيقدر يطبق هاي الطعم يطبقه هون. اما في بعض ناس يعني بيشتغلوا الكنافه من هون تعلموها هون ما بتطلع معهم نفس الجوده اللي اشتغلها في البلاد تمام. فاحنا بالنسبه للمياكن ماشيين جبنا من البلاد، احنا كواليتي الجبنه بلديه من البلاد، سمنه من البلاد وكله هذا من البلاد، واحنا عمالنا هون بنطور في خبرتنا وبنظبط فيها هون على خبرتنا اللي احنا تعلمناها في البلاد. هلا الكنافه لازم تكون فريش ونازلة من المرش هون حتى تكون لها نكهة ولها أصولها يعني بين السمنة بين الشغل بين التحميص يعني بتفرق من واحد لواحد بتفرق. هلا احنا بنشتغلها على طريقة البلاد وعلى نكهة البلاد على سمنة البلاد حتى الناس تشعر انها قاعدة بتاكل في البلاد الكنافة تمام. اما تروح تشحن كنافة من بلد تانية وهيك هاي تفقدها قيمتها تماما، بتفقد قيمة الكنافة. الكنافة زكاوتها شغلها يكبر في المحل في الولاية نفسها، الإنتاج يكون يومي فريش والشغل يكون نظيف، هاي بتحافظ على جودة طعم الكنافة وإحنا مستمرين على هاي الجودة إن شاء الله. هلأ بالنسبة للكنافة اللي راح يأكل اللي باكل بعمان ولا باكل بفلسطين حتى بنابلس وين ما كان بفلسطين بلاد الشام راح يلاقي الطعم نفسه موجود هون عندنا في المحل، يعني مش راح يلاقي فرق من مرة لأنه شغلنا نفس المسطرة من هناك لهون، نقلنا لهم الكنافة الطيبة من هناك لهون.